وانا اقول ليه المخزن عندي 24 ساعه فل. والله كدت وانا اعيد اللعبه بسبب هذه الغلطه التاريخيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثالثة من آنو 1800. وصلنا آخر مرة خلاص almost يعني للأسلحة، لكن ما وصلنا لها الأسلحة، وهذا الشيء اللي أكثر شيء متحمس فيه أنه راح نبني سفن حربية وراح نبتدي ندخل في الخبيث هذاك العم اللي دبس أبونا في هذا. أكيد أنكم ما نسيتوا السالفة من كثر ما عدتها، فنقول بسم الله continue. اخر شيء وصلنا فيه يا طويل العمر ان كسرنا الجبل اللي كان في الطريق، هربنا واحد سجين كان متعامل مع ابوهم، يعني كان من المعارف، فيوم هربناه من السجن او دفعنا الفلوس اللي كانت عليه اللي دخلتها السجن جبناه لانه هو خبير بالديناميت والتفجيرات، فساعدنا بالتفجير الجبل اخر شيء تقريبا هذا اللي سويناه في الحلقة الاخيرة. ووصلنا للجهة الثانية من الجزيرة اللي فيها الايرون، فاليوم ان شاء الله راح نكمل مسيرتنا بالايرون ونشوف وش الشغلات او الصناعات اللي يمدينا، طبعا من ضمنها الاسلحة وبرضه في شغلات ثانية. جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء يا طويل العمر عندنا المشن هذا بلد الوقت سريع، لا ايش في هذا يمشي بسرعة كذا. المهم كولو كول اللي هو اللي يجيب لك الفحم، طيب اللي هو هذا. طبعا المكان اللي كنت اتكلم عليه اللي قبل شوي جينا فجرنا المكان هذا وقدرنا نوصل للجهة الثانية، طبعا بنينا الحديد. الحديد يمكن وصل عندنا الحين كم وصل؟ ما شاء الله 56 الايرون، مو الحديد، الحديد يجي بعدين. فالايرون هذا الكولد سبت بيلت يا جماعة الخير، الكول كيلن هذا وين أحصله؟ هذا أويل، ما أدري وش استخدامات الأويل بس عندي بكثرة في هالمكان. خلونا نبحث على اللهم صل على محمد الكول كيلن، ما أعرف إذا كان هذا كوبر وهذا لايم ستون مثل ما تشوفون هنا في المباني. خلنا بنعرف من المباني أكيد وركرز وستيل. إيه يا شيخ دقيقة، كيف شكل المبنى؟ هل يدخل هنا؟ لا والله يمدينا نبنيه في أي مكان هذا، ومية بالمية الإفنشي شو اسمه ذا يعني الأداء في الموقع هذا. طيب جميل، وأنا جالس أدور عليك من الصبح. نحطه جنب الستيل، نحطه جنب الستيل ليه؟ لأن هذا مع بعض يطلعون الستيل، قصدي يحطه جنب الأيرون. كل شوي يقول له ستيل، خله هنا. ايش رايكم؟ طيب شوفوا يا جماعة الخير، هنا 15 ثانية الايرون، هذا 15 ثانية يطلع وهذا يطلع في 30 ثانية، فلازم ابني اثنين منه. هذه الجهة مناسبة جدا له للاستخراج. جميل، نوصل له طريق بس عشان ما ننساه هذا. تمام، حلوين كذا، خلصنا موضوع الايرون. ما شاء الله السكان 1100 وصلوا، فلوسي كاني جايب العيد بالفلوس. انا الفلوس لازم اهتم فيها، فلازم نشوف الموضوع التجاري يا جماعه الخير. الحين راح نطلع ستيل، الوير هاوس ان شاء الله يكون كافي. خلينا نشوف الشغل نتاكد بس. حلوين 30 ثانيه هذه خلص، 6 وهذه 30 ثانيه، 31 ثانيه. جميل كذا خلصنا موضوع الايرون، خلنا نشوف موضوع الفلوس والتجارة. المخازن الحين بتبدأ تتعبى من الستيل، مفروض يطلع لنا الستيل. بعد ما يطلع لنا الستيل ايش المرحلة اللي بعدها؟ اوه لازم نسوي المصنع هذا اللي يدخل الستيل ويحوله الى ستيل وورك، او يحوله الى يحوله الى الاسلحة اللي نبيها. فلذلك مصنع الفيورنس هذا ما ادري نحطه هنا على الطريق كذا.
إن في الوير هاوس هذا اللي جنبه راح أنقله. جميل. يعني الحين هذا ينقل هذا وهذا ينقل لهذا وبعدين ينتقل لهذا بعدين يدخلونه الستور. يعني هذا ما يروح الستور يروح على طول وصلت الفكرة أتوقع. جميل كذا الوضع 100 نيوز بيبر اسحب النيوز بيبر راح ينسوني الشغلات اللي بيها. الحين باقي نصنع مصنع الأسلحة نحطه جنب الوير هاوس على طول هنا. لو يكون فليب يكون أفضل. جميل جدا. أخيرا هذا المبنى. بس تعال الموارد الظاهر إني ما عندي كلها. أيوة نحتاج ستيل. فلذلك برضو مبنى الستيل نحتاجه. في مشكلة عندي. في وارنينج شورتج أوف وركر. سالب 74 المصانع هذه كثرتها. وطيب خلنا نسوي بيوت جديدة. هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. اتوقع كذا كفايه. والحين نسوي ابجريد للي يمدينا نسوي لهم ابجريد. حلوين الوركرز الحين تمام. جميل. نرجع نسوي كوبي للشغلات الحلوة هذه. أنا جبت العيد هنا ونحطه هنا. كذا الشكل أجمل صح؟ سلكوا عاد الكنيسة للحين ما نحتاجها. طيب خلها. أنا قلت أريد أشتري ستيل نسيت موضوع الستيل. ستيل نحتاج باي 8. نحتاج نشتري 8 وهنا 8. اوكي مينيمم اون ستوك. حلوين. الحين دائما الستيل راح يشتري اذا كان العدد اقل من 8. طبعا 0 طن الحين عندي. فسويت طلب وان شاء الله احد يجيني ويجيب لي 8 ستيل بارز. أو حتى خلنا نسوي أكثر من 8 عشان مو كل شوي نجلس نطلب. خلنا نقول 15 رغم أن شراء الموارد راح تفقرني. أنا مستغرب أن التمبر ما حد يبيعه أو ما حد يشتريه رغم أني مسوي سل إذا كان زيادة على 50 بس برضو ما ينباع. الملابس أتوقع وفيت احتياجاتهم كلهم تقريبا. السكان كلهم معاهم فنقول له سل اذا كان فوق. اقول لك خله فوق 100 بيع. انا ايش اللي موقفني اني ابني ستيل بيمز بنفسي؟ دقيقه مش موقفني شيء. جميل نحط لنا ستيل بيمز هنا. ظهرنا الستيل بيمز تطول. انا ما ادري وين الواجهه. ايوه كذا. There is no shame in producing weapons if it is in defense of the realm, eldest. هي عرفت الخطة. تقول ما في عيب انك تبني اسلحتك اذا كنت بتدافع فيها مو تهجم فيها. ما هي بداري اني ناوي احتل العالم. هلا بالستيل. شوفوا يا جماعة شوفوا تعلموا شلون ينصهر الحديد. طبعا الرحلة هي من البداية يطلعونا من الجبال من ثم شوف لازم تشوفون يا جماعة الواقعية. أنا لازم أرويكم هذا الجمال. إن شاء الله يكون واضح عندكم مثل ما تشوفون. ينزل هنا يشيله من الآيرون ماين يوديه إلى الف لا وين الكول
ما في عدد عمال كافين. المهم انهم شغالين هذا الاثنين، هذا يطلع من هنا وهذا يطلع من هنا، يودونه الى وين الفيورنس هذا؟ لوين بنيت الفيورنس؟ ضيعت. ايه هذا هو تقريبا، ايه هذا هو، يجيبونه هنا يروح يدمج الشغلتين هذيك، كله شغل نار يا حبيبي. اسلحة، شوف هذا مسكين، ليه 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 تمشي على ظهرك وفي هذا؟ الظاهر ما في عدد عمال كافي اتوقع. نزيد لهم عربة، ما يحتاج، في عربة واحدة بس شغالة، العربة الثانية مش شغالة هنا، وهنا نفس الكلام، فاموري طيبة. الفلوس يا ولد الفلوس، 13,000. لا 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 لا. الكومبيتيتر ريز ايش؟ سيتلمنت. في واحد هجم، لا تقول هجم علي، اريد اوقف الوقت. اوه احتل في العالم الجديد، احتل مكان بس ما يمديني اشوف. لو تشوفون الخريطة هنا تحت، الظاهر انها ادوارد ولا اخوياه. يا جماعة انا افكر ليش فارمرز ووركرز مينتيننس 2000 تريد شيب توتال. المينتيننس هالكني. طيب خلنا نطفي الامور هذه، نطفي هذا، بس هذه دقيقة خلنا نشوف شغلة. المينتيننس كم كان؟ اوكي اوكي حلو يا اخي، وقف اللعبة، ما يمديك حتى توقف اللعبة وتشوف هذا. الشغلة اللي منرفزتني في هذا اللعبة ان ما يمديك تسوي اي شيء وانت موقف الوقت، هذا الشيء صراحة اللي مخليك كذا متوتر وانت تلعب. يعني ما في اني اصمم المدينة واوقف مثلا وهذا، لا ما عندك هالشيء، مسوينا بالعمد ترى. فلعبة تانو معروفة انه مسوينا بالعمد عشان ايش؟ تدخل كذا الجو، كذا تجلس مربوش وكل شيء يتحرك، الكمبيوتر يبني معاك، عرفت؟ انت جالس، يعني مثلا بعطيكم مثال، اذا انك جالس الحين تبني، موقف الوقت وجالس تبني لك المدينة كاملة، الكمبيوتر واقف، فانت فجأة كذا في لحظة مباني كلها تقوم وتسوي لك جيوش وكذا من هذه الامور، فراح تكون متقدم وما تحس بالطعم. اما يوم تكون انت والكمبيوتر تبنون نفس الشيء، او يعني نفس كانك ملتي بلاير، ما يمديك توقف الوقت. مينتينس 2030، خلينا نفترض 2030، انا كل شوي اوقف الوقت، نقول له وقف لي هذا 2030، تشينج 2030، ما اريد بريد، ما اريد اي شيء، ما اريد هذا، تجارتي فاشله، ظهر ان ما حد يشتري من عندي. ال 2030 صارت 2030، ما نقص شيء يا ولد. بفكر والله بفكر يا جماعة على هذا الوضع. ستوب ستوب بليز ستوب، جايب العيد ستوب. 300 تنقص في ثانية واحدة، دقيقة كلها 13,000. خلنا نشوف لي حل وارجع لكم. طيب يا شباب، رجعت لكم، خدت لي فرح على الموقع واكتشفت شغلة انا مهملها. العمال هذا اللي معي وحتى الفارمرز في احتياجات لازم ألبيها، وفي شيء غير الاحتياجات. أنا كنت ملبي بعض الاحتياجات، أو الفارمر كل الاحتياجات اللي يبونها اللي هو من الشراب والأمور واللبس كنت مهتم فيها، وفي شغلات غير الاحتياجات راح أرويكم إياها إن شاء الله الحين، هذه كنت ساحب عليها ولا أعرف بالمنيو هذاك حقها. فلا أسريع الحين راح أرويكم، خلنا نرجع هذا زي ما هو، هذا برضو يزيد الهابينس، بس لازم ارجع بعدين نفس ما هو. طيب السريع هنا الوركرز، شوف الوركرز مثلا يريدون مدرسة هنا. يا وانت ليه ما بنيت المدرسة؟ والاخبار عندي سيئة، والاكسري ديسلايك يور سيتي، الشكل حق المدينة. طيب خلنا اهم شيء نبني لهم المدرسة السريع. 12,000 دخلت، تكفى مدرسة، مدرسة مقفلة، الوركرز لازم 750. يا ساتر، سالم 270 وركرز، انا ايش جالس اسوي في حياتي؟ كم الوركر صار؟ طيب المدرسة فتحت، اسرع اسرع شيء في العالم، تكفى تكفى يا اخي تكفى، الله يرحم والديك.
ستيل. ايوه يزيد زيد الستيل. تكفى اسرع شيء. كم وصل 12000؟ ترى يجيني جيم اوفر اذا فقرت. الستيل تكفون يا جماعة، تكفون الستيل، ضبطوني سريع. 12500. تسمعون النغمة؟ النغمة تغيرت. تكفى سريع، ما ودي اقدم الوقت. انتو شغالين زي الحلاوة، في شي ناقصكم؟ الصوت هذا قروشني. طيب لسه احتاج. يوه فيه نار يا حبيبي، اشتغلوا الله يرحم والديكم. لا لا لا، ما اتفقنا كذا، والله ما اتفقنا كذا. ايش فيها اللعبة صعبة كذا فجأة؟ تسوي لهم ابجريد. يا الله، عندي نقص كبير. طبعا هذا الحين مثل ما تشوفون، كم يدفع لي البيت هذا؟ يدفع لي 7. الفش انا ما سويت فش، الظاهر ان الفش ناقص. ف بما ان الفش ناقص لازم اني ازيده. وش الاحتياجات الثانيه؟ المدرسه راح اخلصها. اها الوركرز يحتاجون السوسج هذا وانا ساحب عليهم. والله ان سبب افلاسي السوسج هذا. دقيقه، بسبب الخنازير وانت بكرامه. طيب خلنا احطهم هنا. الترتيب بعدين يا حبيبي، الترتيب بعدين. حط لهم وير هاوس هنا سريع. وين الوير هاوس؟ هذا الوير هاوس. كل شيء ناقص، كل شيء ناقص، البيوت تحترق. حط لهم واحد ثاني يا رجال يطفي الحريق، هي خاربة خاربة. لا لا انا ما افلس، انا ما افلس. 7000 والفلوس ايش فيها تنقص كذا بسرعة؟ ايش انفلون وركرز يا الله. والبيوت اللي احترقت لازم اني اسوي لها ريبلد. الفلوس ما زالت تنقص بسرعة. الفين مينتيننس تريد شيبس. وش اسوي وش اسوي وش اسوي؟ وقف هذا، وقف هذا، وقف هذا، وقف هذا. هذا بيساعد نوقف صناعات اللي ما نحتاجها. الصناعات اللي ما نحتاجها لازم نوقفها. صناعات لانها تاخذ مثل ما تشوفون، كان ياخذ 10. ايوه فكينا الفلاس تقريبا، فكينا الفلاس. لا رجع 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 100، رجع 100. حسبي الله ونعم الوكيل. الخياط وقفته هنا. الخياط يسبب سعادة فما راح يدفعون اكثر. هذا ايش؟ ويبن فاكتوري. خلك من الويبن فاكتوري. كم ايش يكلف؟ 700 فلوس. اوه المدرسة، المدرسة المدرسة المدرسة. الحديد كم عندي؟ 26. ابني مدرسة فكني. كم تاخذ المدرسة؟ تاخذ 50. جميل. الحين سعادتهم هذا اللي بتزيد. السعادة زادت، حلو. طيب ايش يريدون؟ باقي شيء واحد اللي هو الصابون، اللي هو الصابون. الصابون لازم سريع سريع احط لهم اياه. الصابون الصابون الصابون. تكفى سريع. وين الصابون؟ هذا الصابون. يو برضه فيها سالفة خنازير، لا حول ولا قوة. ايوه وبعدين هذا، وبعدين هذا في دقيقة، وهذا في دقيقة، وهذا في 30 ثانية. يعني لازم نسوي واحد ثاني من هذا، واحد ثاني من هذا، وبعدين هذا،
بعدين ويرهاوس. ما عليكم من الشكل، بعدين راح نشوف الموضوع هذا. حلو حلو، افتكينا من سالب ونا على ألف. هولي نرجع نرجع نسالب. يا أخي الله يرحم والديكم. طل... سلفية طيب 10,000 بس. لا وش أسوي وش أسوي وش أوقف؟ القمح البرد عندي كثير صح؟ برد كم عندي؟ الكلي الكلي لازم أوقفه اللي فوق هناك. دقيقة 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 دقيقة. وش بعد ما وقفت أنا؟ هذا كله وقف 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 لأن هذا كله ياخذ تاكس صيانة. تكفى، أريد أشوف الموجب. 1000 كذا نعوض سريع. كوبر لايمستون، خلنا في احتياجاتهم الحين بس نسعدهم قبل لا نسوي أي شيء ثاني. هذا يحتاج ستيل، أنا بحاجة ستيل. أوه أنا عرفت ليش فقرت، أنا عرفت ليش فقرت، أنا طالب إنه يشتري ستيل. يتم يشتري لين ما يصير عندي 10، فالحين بيتم يشتري. نخليه اكس مينيمم ستوك 0. لا تشتري شيء، احنا مفقرين. وانتظر الحديد يطلع من هنا. اوكي حلو، لاني انا قلت لهم ركزوا. شوف العمال صاروا عندي 500. قلت لهم ركزوا على هذا الحديد. خلنا نرجع هذا صفر زي ما هو. اتوقع اذا اكست. If some silver spoon stiffs want to deny us that, okay. We'll take them shiny spoons and shove them. ليه الهبنة سالب 6؟ عشان الستيل ووركرز. طيب ما عليه. حلو الموجب صار 200. الكنيسة، تعال تعال، هذه الشغلة اللي بغيت أرويكم إياها. هذه النيدز الاحتياجات. أوه الفش فش 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 الفش. خلنا نقول الفارمرز ركزوا على الفش. تمام حلوين. طيب الشغلة اللي بغيت أقول لكم إياها، مو فيش ماركت، أنا مش حاط لهم ماركت. معلش 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 معلش، هذا بالغلط. الفش الفش أوكي، بس الماركت أنا كنت باني ماركت، هذا هو. بس الظاهر أنه لازم ماركت ثاني في هذه الجهة. حلوين، هذا الماركت بيسعدهم. فالحين راح يدفعون لي اكثر لان كل احتياجاتهم تمام. الهابينس بعيدين من الصناعات اللي هذه البوليوشن اللي هو التلوث. وهنا زعلانين ليه؟ يور بيبل ديسلايك وركينج اوفر تايم. اوه طيب معليش معليش، هذا اوفر تايم يعتبر، فبخليه. هذا اصلا قلنا بالغلط سويناه الفش. خلاص الحين بيكونون سعيدين، اكثر من كذا سعادة ما في. يمكن ان الوركرز زعلانين شوي. رجعنا للسالب لا اله الله. اوكي الحين كلهم سعيدين مفروض. الوركرز الوركرز احتياجاتهم مختلفة. الوركرز من متى يريدون كنيسة؟ كنيسة تحتاج 2500. انا اتذكر اني شيكت يا جماعه الخير، الوركرز ما كانوا يحتاجون كنيسه ويحتاجون شراب بير. يوه احتياجاتهم كثيره. اها هذه القائمه صح، هذا المنيو اللي اقول لكم ما شفته حق الهابينس. هذه احتياجات يعني غصب عنك لازم توفر لهم، اما هذه تزيد سعادتهم ويدفعون لك اكثر. ف عشان كذا انا ما انتبهت للقائمه هذه نهائيا في اللعبه والله. السوق ليش واقف؟ خلينا نشوف موضوع السوق. بس دقيقة قبل السوق خلني أبني الكنيسة. الكنيسة وش ناقصني؟ الكنيسة يا طويلين الأعمار 2500 ناقصتني فلوس.
لا ما بضحي خلني اشوف لهم السوق. السوق مقدور عليه ان شاء الله. missing goods من الفهاوة. نسيت ما اسوي هذا. طيب جميل، الحين راح يشتغلون. وهذا برضو مهم، يحتاج 4 ستيل. حلوين. الهدف الجاي ان نسوي لهم الكنيسة. اتوقع هذا اذا كان سالب وهذا سالب. والله اني خايف من جيم اوفر يا جماعة الخير، اقسم بالله اني اكره شيء اسمه جيم اوفر. دقيقة، الفلوس هذه كيف راحت؟ انا اشترت شيء، في شيء انا طالبه، صدقني في شيء انا طالبه. اريد اشوف الهيستوري، وين الشغلات اللي شريتها. تعال في ايتمات اقدر ابيعها. سيلينج برايس 6000، كيف ابيعه؟ هذا الاثنين نفس الشيء يسوون لي اكوبيدنت تريدين. هذا 20% وهذا يزيد 25%. لا بس هذا بدون. طيب اريد ابيع هذا، وشلون اريد احمله السفينه؟ وين اصلا وين السفينه؟ ايوه السفينه هذه جالسه تفرفر. ارجع خلاص، اريد اكنسل التريد اللي جالس اسويه. اصلا التريد انا كنت ابيع صح، فلازم ما اوقفه. انا من الصبح مضيع فلوسي لاني جالس اشتري منهم موارد. يوه يا جماعة وربي، غلطة يعني غلطة اسطورية تسجل في التاريخ. انا اريد فلوس واروح احاول ابيعهم من مواردي، وانا اقول ليه المخزن عندي 24 ساعة فل. والله كدتوا كدتوا. انا اعيد اللعبة بسبب هذه الغلطة التاريخية. شوف الحين وصل 700 بيوصل. انا لازم اخلي اللعبة كذا شغالة لين ما اوصل 10000 بعدين العب. قدم الوقت يا ابوي، قدم الوقت، خل الفلوس تزيد. كيف لها بنس؟ الوركرز سالب. ليه الوركرز سالب؟ الكنيسة ما بنيت لهم اياها. ابشروا للحين اضبطكم. ترتطا الوركرز عندي كثير. الفارمر الوركرز كثير الحين لاني بس موقف الصناعات، لكن بعدين تشوفون الوضع. هذا غلطة وتعلمنا منها، ما عليه الحمد لله اني تعلمت هالشيء في بداية اللعبة، اعتبرها لسه بداية. طبعا الخشب واقف عندي، لازم اشغل الصناعات كلها. ان شاء الله انكم استمتعتوا في البهذلة هذه اليوم اللي صارت لي، ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية. لا تنسون اللايك وتكتبوا لي في الكومنت اي اقتراحات او اي استفسارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.